دور مهم جدا في الحفاظ على صحة النباتات وأيضا زيادة الإنتاجية. للأسف يعني في وقت الحصاد بتتعرض المحاصيل الزراعية للكثير من القوارض والآفات اللي بتخلينا نخسر يعني كميات كثيرة جدا من هذه الإنتاجية. النهاردة نحاول نتحدث عن كيفية الوقاية من القوارض وهذه الآفات، وأيضا دور بقى المتخصصين في المكافحة بشكل عام لتوفير المناخ والجو الملائم حتى نستطيع أن ننهض بقطاع زراعة ونزود الإنتاجية بتاعتنا ونتصدى بكل حزم وقوة لهذه الافات وهذه القوارض. ارحب بضيفي اللي مشرفني في هذه الفقره الدكتور مجدي ويلسون، وكيل معهد بحوث النباتات للارشاد والتدريب. اهلا بك يا دكتور، تحياتي لحضرتك يا فندم. اهلا بك يا فندم. اهلا بك. ايه المقصود بالقوارض يا دكتور؟ القوارض كائن حي بيعيش في وسطنا، بس في سؤال دايما طرح للناس، الأرنب قارد، القط قارد، أي حيوان قارد. تمام. فأنا هفضلك المشكلة دي. جميل. بحاجة بسيطة جدا. فضل. لو مسكنا الفم بتاع الفار نفسه وأخدنا نص الفم من الناحية دي، هنخلي البسط هو الفك العلوي والمقام هو الفك السفلي. تمام. هنلاقي 1-0-0-3. يعني إيه 1-0-0-3؟ يعني واحد قاطع، القطع الثاني بتاع السنه الثانيه غايب، الناب غائب، وبعدين 3 ضروس. لو انطبقت دي على اي حيوان في فم الحيوان تفتح بقه تلاقي كده، يبقى ده من القوارض. احنا عندنا في العالم 4200 نوع من القوارض. لا اله الا الله. فهو ده المقصود بالقوارض. القوارض طبعا ليها شقين، انها بتعمل خسائر زراعيه وبتعمل خسائر في البيئه او في المنازل. طيب. وبتختلف عمليات المكافحة من الأراضي الزراعية والمحصول الزراعي إلى البيوت والأهلة بالسكان. طب أنواع القوارض بقى اللي بتصيب النباتات الزراعية وقت الحصاد يا فندم، إيه أخطارها؟ إحنا عندنا في مصر هنا 7 أنواع من القوارض. جميل. في التصنيف بتاعهم فار الغيط، فار ال فار النيلي، فار الألبينو النرويجي، في 2 صحراويين في القاهرينيس اللي هو فار القاهرة، وفي 2 صحراويين اللي هو المريونس شاوة، وفي الفار الصحراوي. يعني كلهم فئران؟ كلهم فئران. نعم. كلهم قوارض. طب أضرار بقى القوارض يا فندم على المحاصيل الزراعية تحديدا يعني في وقت الحصاد ايه؟ أولا عشان نعرف أضرار الفئران، الفار بياكل عشر وزنه في اليوم. وزنه. تخيل لو هو بياكل عشر وزنه، ونيجي مثلا للفار اللي هو متوسط وزنه 200 جرام، يبقى بياكل عشر وزنه يعني بياكل 20 جرام. تخيل بقى قرية فيها شونة وفيها هقول لك 1000 فار، 1000 في 20 جرام تديك 2 طن. كمية كبيرة جدا. كبيرة طبعا. كبيرة جدا. وبعدين الفار بياكل النبات وهو قائم في الأرض، بياكل النبات وهو بعد الحصاد، يعني ما بيسيبش النباتات ابدا. ما فيش توقيت معين في وقت الحصاد، وبرضه هو موجود في الارض. وقت الحصاد بيخش على الشون والمخازن، وقت ما هو في الارض بيخش على الـ على الـ يعني لو مسكنا القمح. القمح في 3 اطوار بتوعه، الطور اللبني والطور العجيني والطور النضج، بياكل فيهم. انا عايز بس افسر ان الفار في اكله للمحصول خصوصا في القمح ليه مظاهر إصابة، عشان نقدر نقول إن دي إصابة فئران. إذا طوش الساق بتاع القمح بنسميها برية الألم، تلاقي الساق مقطوش زي برية الألم بالظبط. إذا أكل السنبلة تبص تلاقيه يوسخ تحتيه، تحت السنبلة يوسخ كده، وتلاقي في العصافير، لا العصافير تمسك الحبة تمصها في الطور اللبني أو في الطور العجيني أو في طور النضج تاكل الحبة. يبقى السنبلة قائمة بذاتها بس تلاقيها فاضية، الطيور تعمل كده. دي العصافير. العصافير تعمل كده. لكن الفار، إنما الفار يأكل القمح، يقطش الساق بنسميها برية الألم، ينزل السنبلة يقعد يأكل وما يأكلش وجبته كاملة من سنبلة واحدة، لازم يروح لسنبلة وبعدين يطلع ينقل على التانية، ودي الخسائر اللي بيعملها. يعني ممكن يأكل نص السنبلة ويخش على سنبلة تاني. بتختلف السلوك الغذائي من فار لفار، وعشان كده انا قلت ايه، احنا بنفصل ما بين الفئران الزراعيه والفئران المنازل، رغم ان بقى في تداخل ما بين المساكن والبيوت مع الحقول الزراعيه. تمام.
تمام. ولكن نيجي مثلا للمصمص كيولس او فقيره المنازل، الفار الصغير ده ده اصعب فار في مكافحته. ليه؟ لان ما بياكلش الوجبه كامله من، يعني لو دخلنا كده على محل هو دايما ياكل بسكوتات وياكل حاجات، تبص زي ينقر في باكو بسكوت وياكل حته منها، ونفس الباكو ونفس النوع ويروح ينقر واحد تاني وينقر تالت، اذا ما بياكلش وجبته بيبوظ الدنيا كلها. ابن لما نيجي في المكافحه بقى اقول لك ده نعمل معاه ايه، لان وجبته مش كامله فمش هيقدر ياكل الجرعه المميته فيحصل فيه ريكفري. طيب خطوره بقى القوارض يا فندم على المحاصيل بشكل عام والعائد الاقتصادي. خطورة الفران على المحاصيل، أصل مش على المحاصيل بس، احنا نمسكها على المحاصيل ونمسكها على البيئة اللي احنا فيها. جميل. يعني لما يجي فار يقول لك ده زي فار السبتية ما كان بياكل الكبل، هو بياكل الكبل مش بياكل كبل. الفار ربنا حباه ان القواطع بتاعته بتنمو نمو اضطرادي. لو جبنا فار وحطيناه في ناقوس زجاجي وادينا له اكل عيش مبلول هيموت بعد 15 يوم. نتيجة القطعين اللي أنا قلت عليهم بينمو نمو اضطرادي فبيقفلوا بقه. وده الكائن الوحيد في الماملز أو في الفقريات اللي أسنانه بتنمو نمو اضطرادي، القطعين دول يفضلوا ينمو يعني. فهو بيحتاج إن هو لازم يسن أسنانه في الكابلات الكهربية في الألمونيا في الأخشاب، وإحنا نقول إيه ده لا ده بيعمل صحيح دامج وبيعمل خسائر في البيئة المحيطة لينا، بس مش لمجرد الأكل، لمجرد ان بيسن اسنانه علشان بقه ما يقفلش بيدربهم يعني. بيبري اسنانه بمعنى صح. لما نيجي في الحقول الزراعيه زي ما قلت لحضرتك ان هو بياكل عشر وزنه الفار في اليوم، فاذا بيعمل خسائر رهيبه في الحبوب. فمش في الحبوب بس، ده في محاصيل الخضار، في محاصيل الحبوب، في محاصيل الفاكهه، لانه كائن وعايز يعيش. ده في نوع من الفار، نوع من الفران بتخزن الاكل بتاعها في الجحور بتاعها. انت لو مسكت الجحر بتاع الفار تلاقي فيه ممرات 10 متر وفي الاخر فيه اربع حجرات، حجره للفار وزوجته الايميل الفيميل بتاعته، وحجره تاني الفار على فكره بيختص بثمن بثلاث اناث، الانثى اللي هي مرافقاه ديت اللي عليها اليوم ده تبقى في اوضه في حجره من حجراته، والاثنين التانيين مع الاولاد وهكذا، حجره الاولاد، حجره لخزين الابصال والحبوب اللي هو بياكل فيها. عندنا فار اسمه فار الخل، حاجه ياكلها ياكل من المخزون، طبعا ياكل من المخزون سبحان لانه الله. هو الفار اساسا شبه اعمى لانه ما بيميز الشكل ولكن بيميز خيالات الضوء ويميز خيال، فدي مدياله نوع من ان هو يكون اوير او واعي قوي ان هو بيخاف من اي شيء، فتبص تلاقي حذار ان هو لو ما لقاش اكل يخزن اكله لان الظروف مش متاحه ليه. في فار اسمه فار الخلد ده على الحدود معانا وليبيا. الفار ده ملوش عين، يعني مكان العين لا فيه شعر، ما فيش فتحه عين. الفار دوت احنا عندنا الفران في الجحور بتاعتها بنعرف الجحر ده عمال او عمال او بطال، يعني في الفران جوه او ده جحر خادع ان هو كان فيه فران ومشيت. بفتحه الجحر بيبقى عليها رمال والرمال جديده. اولا الفيسز او فضلات الفران ما بتبقاش ابدا على الجحر، لازم تكون بعيد شويه عن الجحر. ما يتبرص ابدا داخل الجحر. لازم بعيد عن الجحر. بتشوف انت رجليه بقى والاثار بتاعت المشي والجري بتعرف ان الجحر ده عمال، وعشان كده احنا اي واحد في المكافحه لازم يكون ليه نظره انك انت بتكافح، فانت ما تحطش مبيد على الفاضي كده في جحر مش عمال، لا جحر عمال. وبعدين انت تخش للجحر عشان تقتل الجحر باللي فيه. وبعدين في طايم لعمليات المكافحه في وقت لعمليات المكافحه، لانك انت لازم تعرف الفاره بتبقى برجل حامل امتى علشان تضرب الفاره والثمان افراد اللي فيها. الفران التكاثر بتاعها رهيب. احنا لو جبنا فار ذكر وانثى وسبناهم هيعملوا لك اخر السنه 1969 فار. لا لا دي معادله هندسيه. ده اللي فيها بثمانيه، عدد الافراد ثمانيه. الفار يعني اكثر من الارنب.
يعني مش اكتر. لا هو طبعا اكتر من الارنب، اكتر من الارنب بكتير، لان مده الحمل 21 يوم، الفار بيبقى مطيور او ناضج جنسيا بعد 45 يوم، الاباء شغاله والجيل الثاني بعد 45 يوم هيبقى مطيور هيتزوجوا. ده الكميه دي لو ايه؟ لو حصل ان الثمانيه اللي اتولدوا اللي اعتبرهم دال ديت اربعه منهم اناث واربعه ذكور. ولكن المصيبه بقى لو في ذكر وسبعه اناث، هتختل هذه المعادله. المعادله دي معموله معادله هندسيه، واحنا قاعدين على المكتب كده كان عالم عملها طلع الرقم ده. فشوف مدى، بس دي المعادله دي بدون اي ان فران تموت في السك، هو بيعمل معادله ذكر وانثى وبيضرب دال بثمانية، معادله هندسيه تيجي في الاخر كده. لان الجيل بعد 45 يوم هيبقى ناضج جنسيا، اربعه يتزوجوا مع اربعه، بعد 21 هيجيبوا لك كل واحد كل اثنين هيجيبوا ثمانيه، يعني الاربعه هيبقى فيه ثمانيات ب 32 فرد. ال 32 فرد دول بعد واحد بعد 45 يوم هيبقوا ماتيور هيتزوجوا، هيبقى 32 16 ضد 16 هيجيبوا لك 64 وهكذا لغايه لما توصل للعدد الاضعاف اضعاف الاضعاف. ده كل ما هتكبر العدد هي ايه؟ هيزيد. دي بتورينا ان الفئران خطورتها على المحاصيل الزراعيه ازاي؟ لان التكاثر بتاعها سريع، البوبوليشن بيبقى عالي جدا. ان ما كنتش في محاذير وفي برنامج مكافحه متكامله ليه، تبقى فيها انفجار، هيبقى فيها اوت بريك، بنقول انتشار رهيب حصل مره واحده. وبعدين الفئران مش اضرارها في المحصول بس، ده انت لما تيجي تكافح كمان لازم تعرف ايه اللي على الفار. انت ما تقدرش تخش الفار كده وتروح مموت مره واحده، ده انت ممكن تعمل لي مصيبه وبائيه في مصر. ازاي بقى يا فندم؟ الفار يحمل على ظهره حاجات اكتوبارازايت بنسميها او طفيليات خارجيه، منها فليز او برغوت اسمه الاكزينوباسيلس. الاكزينوباسيلس ده بيسبب البليج او مرض الطاعون. مرض الطاعون ده مميت، عشان كده احنا بنيجي في التجمعات معسكرات الجيش مع مجمعات السكنيه ما نقدرش نخش نكافح بالفران على طول. لا، طب تعمل ايه؟ لازم تجيب الفار، نحط مصايد ونصطاد الفار ونمشط الفار، ننزل الطفيليات اللي عليه، نفحص الطفيليات ديت في المعمل، لو في برغوت لا اقف ما تكافحش، اجدى ليك انك انت ما تكافحش احسن ما تعمل لي كارثه بيئيه. يعني قصدك البرغوث يبقى في الفار احسن من ان هو ينتشر طبعا بقى في البرغوث ده بيتغذى على دم الفار. طب ما ينفعش الفار ده بنسميه، ما انا هقول لحضرتك الفار ده بنسميه كارير. يعني ايه؟ يعني حامل البرغوث وحامل البكتيريا بتاعت المرض ولكن غير ممرض، هو مش مرضاه. البرغوث ده لو انا جيت كافحت الفار، درجه حراره الفار نزلت لدرجه صفر، هيتنقل البرغوث دوت للهيومن بين، للبني ادمين او للحيوان الزراعي. وحصل قبل كده عندنا في الثمانينات الطاعون البقري جه من كده، ان البرغوث لقى ان احنا كافحنا فران مره واحده، نزلنا البيبيوليشن، البرغوث ده كائن لازم يعيش وبيعيش على دم ذوات الدم الحار، يبقى هيروح اما للفلاح او للهيومن للحيوان حيوان الزراعي. يبقى هنا لازم انا WHO منظمه الصحه العالميه حاطه محاذير، تيجي تكافح فران ما تخشش تكافح مره واحده عشان تنقذ الفران. طب انا مع مكافحه الفران يا فندم، ما ينفعش كافح برضه هذه البراغيث ولا انا لسه ده هقول لك. اتفضل. WHO بتقول لك ايه؟ حاطه بروتوكول انك انت تصطاد الحته اللي فيها تجمعات سكنيه او فيها معسكرات جيش. جميل. تصطاد الفار وتعرف نوعه وتمشطه. اذا طلع عدد البراغيث اللي انت مشطتها على عدد الفران اللي انت اصطادتها واحد او اكتر، ما تكافحش فران. طب نعمل ايه؟ الجحور اللي انا قلت عليها ديت يتعمل باودر، تراكنج باودر او سين لير، فيلم صغير جدا من الباودر ديت، بحيث انك انت تموت البرغوث اللي على الفار الاول، وبعدين تعيد عمليه السيرفي او المسح، انك تصطاد الفران لغايه لما المعادله تقول ان عدد البراغيث على عدد الفران المصاده اقل من واحد صحيح، ابتدي خش كافح فران. انما طالما مدياك عدد البرغوث واحد صحيح، يعني كل فار عليه برغوث، ما تكافحش. واحد كل فرع عليه برغوث واحد، ما تكافحش. طب الحل بقى هنا يا فندم؟ انا قلت الحل ان انا اموت بالبودر. لا، الحل في المنظومه بشكل عام، هل ما فيش مثلا يعني طرق مكافحه مع بعض لما اجي اموت الفار؟ لا لا لا، لا. لازم البرغوت. اموت البرغوث والاكتوبارازايت اللي يعمل لي كارثه بيئيه الاول، اضمن ان الفار بقى نضيف، ابتدي اكافح في الفرع.
نكمل بقى طرق المكافحه الخاصه بالفئران اللي بتستهدف المحاصيل الزراعيه وتحديدا وقت الحصاد يا فندم، ايه بقى الطرق الموسى للمكافحه وازاي اقضي على القوارض؟ القوارض المكافحه في بيوت الفلاحين تختلف عن برنامج المكافحه في الارض الزراعيه. تمام، اشرح لي الاثنين. بمعنى انت ممكن، احنا عندنا في مبيدات الفئران شقين، اما حاجه بنسميها اكيوت بويزن او مبيدات حاده السميه، ومنها فوسفيد الزنك اللي هو الاسود ده. تمام. فوسفيد الزنك ده يستخدم لما يكون البوبيوليشن عالي او الاعداد الفئران عاليه، استخدم ده. طب امتى نستخدمه؟ بعد الحصاد الصيفي وبعد الحصاد الشتوي، يعني كل 6 شهور. ليه؟ لان فوسفيد الزنك ده مميزاته كبيره جدا، انه اقتصاديا رخيص، وانه بيجي ينزل لك البيبيوليشن من 100% تعداد ينزلهم لك لغايه 60 و40%. تمام. لانه ما عندوش حاجه، ياكل الجرعه من هنا يموت من هنا على طول. طب مشكلته ايه؟ مشكلته ان الفار اللي هو اكل جرعه تحت مميته، يعني وانس هو بيموت مثلا من تركيز 1.5%، هو اكل ممكن 0.5% فما ماتش، فعمل له الام شديده جدا في المعده. الفار بيعتمد في طريقة تغذيته على الشم، ربط حاسة الشم باللي عمل له مشكلة في معدته، تقعد علقة في الميموري بتاعته في الذاكرة 6 شهور لغاية لما ينتهي موضوع الفوسفيد الزنك. عشان كده احنا بنقول للناس اللي شغالين بفوسفيد الزنك، انت تطرح فوسفيد الزنك وتحطه في اكياس، ما تسيبوش كده، لان فوسفيد الزنك بودر، فوسفيد الزنك لو جه عليه مية بيطلع غاز الفوسفين وبيفقد تركيزه 50%. احنا في الاراضي الرطبه قوي زي اسكندريه واللي فيها ريب التنقيط بنعمل الكونسنتريشن او التركيز 2.5%، بحيث ان لما يتعرض لميه وينزل النص يبقى ما فقدتوش، يبقى هو بيموت من 75% ل1.5% يموته. فلما احط تركيز عالي بينزل في الاراضي الرطبه للنص يقدر يموت. تمام. طيب احنا بنقول بقى ايه؟ حط فوسفيد الزنك 5 ايام وترفع الطعوم تاني، انت حطيتها في كيس، اللي ما اتاكلش ارفعه. ليه؟ لان اللي حصل له ظاهره النفور من الطعم اللي انا قلت عليها بتقعد 6 شهور، كل ما هيعدي على فوسفيد الزنك بتتجدد الذاكره. فانا حطيته في شهر 7 وما رفعتوش، والفار حصل له نفور من الطعم، وجه في شهر 8 عدى على فوسفيد الزنك، بدل ما كانت الذاكرة هتنتهي في شهر 1 هتنتهي في شهر 2، ولو جه شهر 9 هتنتهي في 3، ولو جه في 10 هتنتهي في 4، يبقى هتستمر الذاكرة في فوسفيد الزنك لا يمكن تتمحي من ذاكرته. تمام. عشان كده بنقول أول حاجة تبتدي في المبيدات محدة السمية، إنك أنت تنزل بيها وترفع كل الطعوم اللي ما اتاكلتش بعد أربع، هو المفروض بعد 24 ساعة، بس أنا بدي 5 أيام عشان اللي ما قابلش فوسفيد الزنك يقابله. طبعا. بعد كده الطعوم، الاول كانوا بيحطوا الطعوم فوسفيد الزنك في الجحور، لا حطها في كيس، ما تحطهاش، حطها في كيس زي كيس السبوع كده، 20 جرام في الكيس، حط الكيس خارج الجح ومقفول. هو هيجي ياكل مقفول، متحمل عليه قمح، متحمل عليه ذره، وهو بيجي ياكل ينقر الكيس وياكله ويعضض في الكيس وياكل. يعني الكيس ده يا فندم بيوزع بقى في المناطق اللي هي موجوده كلها؟ بيوزع في المناطق وجنب الجحور. طيب ما نقدرش نستخدم فوسفيد الزنك داخل المنازل، لازم نستخدم اوت دور، مش ان دور، يعني داخل المنزل لا، خارج المنزل هيبقى صعب شويه لو لا، لانه حد السميه ما ينفعش يستخدم لانه سميته عاليه جدا، القطمه فيه يعني بموته، ما ينفعش يبقى فيه اطفال وفيه سكن وفيه تجمعات وانا احطه جوه البيوت. فده بيستخدم في الاراضي الزراعيه كل 6 شهور بعد الحصاد الصيفي وبعد الحصاد الشتوي. طيب انت دلوقتي استخدمت وحيد الجرعه اكيوت بويزن اللي هو حد السميه. نخش في الشق الثاني اللي هي المبيدات المسيله للدم. المبيدات المسيله للدم نوعين، اما وحيد الجرعه واما متعدد الجرعات. تمام. يعني ايه وحيد الجرعه ومتعدد الجرعات؟ متعدد الجرعات يعني الفار لازم ياكل 4 ايام حيث تتكون الجرعه المميته. نعم. لانها بنسميها احنا اكيوموليتيف او تراكميه. علشان توصل للجرعه المميته بعد 4 ايام تبتدي تعمل بليدنج او تعمل نزيف في الشرايين الرهيفه، فتعمل نزيف فيبتدي هو يموت بعد 4 ايام. تمام. طب وحيد الجرعه؟ لا، وحيد الجرعه من اول قطمه ياكلها وصل الجرعه المميته يبتدي يحصل بليدنج بعد 4 ايام يموت.
يتبرأ الى ذهنك وتقول لي طب ما تستخدم الوحيد الجرعه ايه اللي يخلينا نفضل ناكله اربع ايام عشان نموته بعد اربع ايام. تمام مثلا صح؟ هنا بقى ما ينفعش. ليه بقى؟ ليه؟ لان لو حصل صفه المقاومه بنسميها احنا في العلم حاجه اسمها ريزيستنس، صفه المقاومه ضد هذا، ودي مرتبطه بالجينات بتاعت الفار. لو حصلت له صفه المقاومه يبقى كارت الانتيكو اجلانت او المبيدات المسيله للدم انتهى، ما تقدرش تنزل بيه في مصر تاني. فانت تنزل بمتعدد الجرعات خصوصا في الحملات القوميه، لما يكون في حمله قوميه على مصر كلها يبقى ننزل بمتعدد الجرعات. تمام. الى ان يكون سنه سنتين يحصل احنا مؤشرات ان ابتدت الاستهلاك بتاع المبيد بيقل والفران لسه البيجوليشن بتاعها عالي. يبقى هنا حصل ريزيستنس، نجيب الفران ونعمل اختبارات الريزيستنس او المقاومه. تمام. في المعمل نبتدي نقول لا خش بقى بالسنجل سنه او سنتين تكسر الجين دوت، تبتدي الفران تموت وبعدين اخش بالمتعدد تاني. تمام. طيب يعني النصائح اللي انت ممكن تقدمها لكل اخواننا الفلاحين المزارعين اللي هم بيخطئوا في التعامل مع القوارض بشكل عام، تنصحهم بايه يا فندم وتقول لهم ايه في مكافحه يعني القوارض والافات يعني كل اللي يصيب يعني هذه المحاصيل اثناء الحصاد؟ انصحهم اول ما العروه تنتهي والارض فاضيه يبتدي يحطوا طعوم فوسفيد الزنك لمده اربع ايام. تمام. ويبقى عارف الطعوم دي محطوطه فين، محطات الطعوم محطوطه فين. خلاص. بعد اربع خمس ايام يشيل هذه الاكياس، هيبتدي يزرع. قبل ما يزرع يحط مواسير. تمام. مواسير او ازازه الميه المعدنيه يقطعها من الجهتين ويدفنها كده، يحط عليها طوبه مثلا ويسيبها كمحطات طعوم. الفار في الفيدنج بيهيفير او في السلوك الغذائي بتاعه لما بيجي ياكل بيحب ياكل وهو متداري، ويتحط كيس المبيدات المسيله للدم. في وحيد الجرعة بنحط 20 جرام في الكيس والمسافات بتبعد. ليه؟ أنا عايز ياكل، هاكل أول قطمة هيموت. تمام. أنا مش بغذيه كاقتصاديا للمبيدات. تمام. في المتعدد الجرعات بحط 50 جرام في الكيس الواحد في المحطة الواحدة، والمسافات ما بين المحطة والتانية ما تزيدش عن 10 متر. تمام. ويعاد المرور على هذه المحطات وتزود كل ما تنقص. جميل. لان لو حصل قطن او حصل ان انا ما كملتش والفار قاعد ياكل قبل ما تكتمل الجرعه المميته في اليوم الرابع وراح اكل هو اي حاجه فيها فيتامين كي زي شويه جرجير زي خضار، هيحصل له ريكفري، يبقى كل اللي اكله ده كان على حسابي وما ماتش. تمام. اتمنى يا رب ان كل اخواننا المشاهدين اللي شافونا دلوقتي يعني يكونوا دونوا الملحوظات الهامه اللي حضرتك ذكرتها دكتور مجدي، واعتقد يعني احنا اتبعنا طرق المكافحه الجاده اللي ذكرها دكتور مجدي اللي هي التغلب والقضاء على القوارض بشكل عام، نتجنب الاصابه يعني بهذه الافات يعني للاسف اللي احنا ممكن تخسرنا يعني ثروه كبيره جدا جدا من المحاصيل الزراعيه تحديدا في وقت الحصاد. نتمنى يا رب نكون احنا استفدنا ودونا وعرفنا ازاي نكافح كل هذه القوارض تحديدا في موسم الحصاد. شكرا لك ضيفي العزيز الدكتور مجدي ويلسون وكيل معهد بحوث النباتات للارشاد تدريب. شكرا لك يا فندم، شرفتني. شكرا جدا يا فندم، من تحت امرك. ربنا يخليك يا فندم. لسه مكملين مع حضراتكم.